السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا. لو الأرنبة عملت عندك كده أعرف إن هي خلاص قربت تولد. وهنتكلم يا جماعة عن الأرنبة البكرية، نبدأ نجهز لها بيت الولادة امتى يا جماعة، بحيث برضو ان انت يعني تطمن ان الام ان شاء الله تولد بسلام وتولد جوه بيت الولادة، ما تولدش على السلك وما تولدش بره بيت الولادة وتنتف شعر. وتتأكد يا جماعة الارنبة خلاص يعني كده عملت اللي عليه، والحمد لله شباب كده يعني قدرت انت توصل لمرحلة كويسة جدا في التربية على الارانب. فمن فضلك كمل الفيديو بتاع النهارده عشان تبقى انت عارف الدنيا ماشيه ازاي. دوم يا جماعه ريكس بفضل الله، ام ريكس يا جماعه بكريه، حاجه ما شاء الله جميله جدا يا جماعه. الام لغايه هنا هاي بلس، لغايه هنا اتباعت، ماشي يا شباب. وادي ام ريكس بكريه متلقحه يا شباب يوم 30/5 اللي كنا ملقحينها، 30/4 اللي كنا ملقحينها معاكم فيديو 30/4. الام دي يا جماعه النهارده 22/4 يعني بقى لها بالظبط 22 يوم يا جماعه، بقى لها 22 او 23 يوم، يعني لسه لها 8 ايام او 9 ايام وتولد. جهزنا لها بيت الولاده يا جماعه بقى لنا يومين، ماشي يا شباب اهوت، بقى لنا يومين جهز بيت الولاده. النهارده يا شباب بفضل الله لقيت الام ديت قاعده تطلع في القش بره وتلم بقها يا جماعه اهي. فالقش بره تلم القش بقها وتدخله بقلب ايه؟ قلب بيت الولاده، طلعها كلها برجلها يا شباب اهي بفضل الله، نكتب الريات وقاعده تلم القش بقها وتدخله جوه بيت الولاده. فانا حبيت من خلال حلقه النهارده ديت نتكلم على المعلومه اللي احنا هنفيدكم بها النهارده، ونقول لكم تجهز بيت الولاده امتى يا شباب للامهات البكريه، بحيث ان انت تبقى كده شغال صح وتحافظ على الامهات وتتجنب الولاده على السلك وتتجنب المشاكل اللي الام بتواجهها خلال فتره الحمل. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه تفضلوا معانا نسكافيه، اتفضلوا معانا. انا كنت يا جماعه بعمل نسكافيه، فلقيت الارنبه قاعده تطلع في القش وتمسك قش بقها وتلم قش بقها، فجت لي ان انا قلت اصور معاكم فيديو. نطلع النهارده نتكلم معاكم عن تجهيز بيت الولاده للام البكريه امتى. ولو الام عملت عندك كده اعرف ان هي خلاص هتولد ان شاء الله بسلام وخير، وربنا كده يفرح الجميع وما يخسرش حد ان شاء الله في ماله ولا في ولده ولا في اي حاجه تخص اي حد مربي يا جماعه. بالنسبه للام البكريه المفروض ان احنا بنركب لها بيت الولاده بدري شويه علشان تتعود على بيت الولاده ان ده مكان هتولد فيه. الام يا جماعه البكريه بنركب بيت الولاده بدري شويه، اللي هي الام البكريه العشار المتلقحه وعشار، بنركب بيت الولاده بدري شويه عشان الام تدخل وتدخل في قلبه وتتعود ان ده مكان هتولد فيه. وابدا قبل الولاده ب 10 ايام ابدا اجهز الكرتونه واجهز شويه التبن شويه القش واحطهم لها في قلب الولاده. خلال 10 ايام الاخيره من الحمل الام تبدا تدخل تطلع القش بره وتدخل القش جوه، قطع القش باسنانه، تمام يا شباب؟ فتبدا الام تبدا تعمل عمليه تجهيز واستعداد للولاده. لو حضرتك سبت الام من غير ولاده راكبه ومن غير قش ومن غير تبن، وجيت يوم 30 في الشهر او يوم 29 قمت مركب لها الولاده مره واحده، الام بيحصل لها عمليه اضطراب، يعني ان انا شايفه بعيني وحاسه وشامه ان مفيش اي حاجه راكبه جديده لمده 30 يوم عشار.
وجيت بقى المرحله بتاعه الولاده ان في اجنه وخلفه انا بخاف عليهم. الارنب من الحيوانات اللي بيخاف على عياله، يعني هو لما بياكل عياله خوفا على عياله، بفكر ان هو ما ياكل عياله يدخلهم جوه بطنه عشان خاطر اي حد، ما فيش حد يأذيهم تاني. قوم حضرتك جاي في اليوم الاخير او قبل الولاده بيوم او يوم الولاده، قوم جاي مركب الولاده ومركب الدنيا والقش ومكركب الدنيا على الارنب. لا طبعا غلط، غلط اكبر غلط. ام بكريه هتولد، يبقى المفروض ان بيت الولاده يركب بدري شويه وتجهز على الاقل، يبقى راكب على الام والام عشان 15 يوم على الاقل، يبقى راكب والام عشر 15 يوم، وجاهز القش والتبن وهي 10 وهي بقى لها 10 ايام وتولد، 8 ايام وتولد. بس بيت الولاده يبقى راكب ليه؟ هتدخل في قلبه وهتطلع، حست ان فيه حاجه في قلب المكان خاصه به تتعود عليه. يبقى انت كده زي الواحد الغريب. هديك مثال بسيط، هدي لك مثال بسيط. انت راجل وفي قلب بيتك، في قلب شقتك، لقيت زوجتك وانت في الشغل عملت عمليه تغيير للسرير والدولاب بتاع الاوضه بتاعتك. انت عايش في الاوضه ما شاء الله ومزاجك اوبشن، رجعت لقيت زوجتك عملت عمليه تغيير للسرير والاوضه بتاعتك والدولاب والكلام ده. انت كشخص بتدخل المكان بتلاقي ان في تغيير حصل في الاوضه بتاعتك، والنومه اتغيرت، بتيجي تلاقي نفسك قلقان ما انتش عارف تنام، لنفسك قلقان ما انتش عارف تنام. يوم ورا يوم وحبيبي ما جاني نوم كده، اتضايق الدنيا ايه؟ بدأت تمشي، بدأت تتعود على النوم الجديد. صح؟ يبقى الأرنب نفس الطريقة. أمهد له الموضوع قبل الولادة ب 10 أيام، ب 15 يوم أركب بيت الولادة، ب 10 أيام 8 أيام أحط له القش والتب، أمهد للأرنب الموضوع. وأمشي جاي رازعه ولادة وعلف وقش وتب وتبني بقلب الولادة، أقول له اولد يلا اولدي. لا طبعا، لا طبعا. يبقى حبينا من خلال الحلقه بتاعت النهارده ديت يا جماعه نقول لك ارنب لو عمل عندك كده، لمت القش بسنانها ولمت ونكش كده يا جماعه برجليها التبن والحاجه بنجهز يا جماعه بتوع التبن اهوت، الاول فرشه بلاستيك كرتونه تحتيه، بعد كده بنحط طبقه تبن يا جماعه ماشي، بعد كده نحط طبقه القش اهيت، والارنبه يا شباب زي ما انتم شايفين تبدا انها تتعامل مع القش، تبدا تلم القش يا جماعه باسنانها تمام، تبدا انها تدخله جوه بيت الولاده، تبدا تجهز وتبقى زي الفل. فانا حبيت نخلي الحلقه بتاعت النهارده يا شباب نقول لكم على المعلومه البسيطه، هي معلومة يا جماعة بسيطة بس مهمة مفيدة جدا. أي حد يا جماعة محتاج يغير دم فضل يا جماعة ده دكر اسكندرية، حاجة محترمة جدا يا جماعة، مستوى عالي، دكر دوتش، دكر في لندن، إن شاء الله ربنا يبارك ماشي، مستويات يا جماعة كويسة جدا، تقليب يا جماعة، كفوف، صحة، جسم، حاجات ما شاء الله على مستوى، حاجات يا جماعة على مستوى بفضل الله. هنا برضو يا شباب دي ام بابي هنا يا جماعه متلقحه، بيبي نسود متلقحه يا شباب بفضل الله، ودي ام دوتش هولندي برضو متلقحه. دول يا جماعه بقاره اللي انا بتكلمكم فيهم، دول يا جماعه بقاره، دي ام عشار سيام يا جماعه برضو ديت ما شاء الله ربنا يبارك عشار، ودي يا جماعه برضو ام متلقحه برضو بكري بيبي من على اصفر، ودي يا شباب نتايا ريكس ذكر فلاين
ده يا جماعه ذكر فلاين. ان شاء الله يا جماعه اتفرجوا على الحلويات، ربنا يبارك ان شاء الله، ربنا يبارك خير ان شاء الله يا جماعه برضو، ربنا يبارك اهوت السكيب بتاعنا ان شاء الله، ربنا يبارك. ام فلاين يا جماعه عيالها ان شاء الله ربنا يبارك. الام دي يا شباب ان شاء الله دي كانت والده 11، انا فطمت منها 3 ولسه معاها كام؟ كان مات منها 2 بقى معاها 9 يا جماعه، فطمت منها 3 بقى معاها 6 ان شاء الله. الاثنين امك وادي 2 وادي 2 وكده ايه 6 ارانب وهوريكم العيال اللي انا فطمهم 3 يا جماعه. فطمهم يا جماعه هي مدتها والده يوم 17/4 والنهارده 22/5، يعني كده بالظبط يا جماعه على 35 يوم فطمت الثلاثه دول يا جماعه ماشي. الكبار شويه شلتهم وسبت التانيين ايه يعني لان امهم متلقاها متاخر، قلت ايه يشربوا من امهم شويه. ربنا يبارك ان شاء الله، ربنا يبارك ان شاء الله يا جماعه. اتفرجوا على الحلويات ان شاء الله، صلى على الحبيب قلبك يطيب ان شاء الله، ربنا يبارك يا جماعه. واحنا تحت امر الجميع، اي حد يا جماعه محتاج اي حاجه اي مستلزمات خاصه في مجال الارنب بفضل الله متوفره بفضل الله. سوسات الكعان المشتركات، بيوت الولاده، فرشه العرقوب، فرشه جلد، فرشه بيت الولاده، الولادات، سقيات الارنب بتاع العصافير، فصل عصافير الزينه. وفر يا جماعه الفصل يا شباب، اي مستلزمات للعصافير يا جماعه بفضل الله متوفره ماشي. الاعلاف برضو بتاعت العصافير يا جماعه متوفره بفضل الله يا شباب. الادويه برضو متوفره. واحنا يا جماعه تحت امر الجميع، اي حد محتاج اي حاجه من عندنا احنا تحت امره. كل هدفنا يا جماعه ان انت كمربي تنجح وربنا يكرمك ان شاء الله، ويبقى عندك مشروع صغير في البيت سواء كان مشروع ارانب او مشروع عصافير، يبقى عندك حاجات تفيدك تساعدك في الدخل بالنسبه لمشروع الارانب. وطبعا اسعد جدا بيكم رقم التليفون يا جماعه للتواصل واستفسار 010 28 35 9 175. واحنا تحت امر الجميع. طبعا يا جماعه دي كانت حلقه النهارده اللي حبيت من خلالها اني اوصل لكم المعلومه واعرفكم الدنيا ماشيه ازاي. الام اللي هي البكريه تعمل معاها ايه قبل الولاده، وازاي تجهز بيت الولاده الام البكريه عشان تنجح ويبقى مزاجك حلو والام تكسب معاك، والام لو عملت عندك كده اعرف انها تولد بخير ان شاء الله. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.